إيم نظم ممتع الأسماع في ذكر فضل مجلس السماع، وفيه فضائل مجالس سماع حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم، وفضل قراءة كتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء الحديثية والكتب والمتون العلمية والأدبية لاتصال سلسلة السند بخير البرية صلى الله عليه وسلم ووراثيه من علماء الأمة المحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مرتلا مفصلا، وأنزل السنة نورا وسنا، تفسر القرآن فسرا بينا، كذاك تستقل بالتشريع كما عليه مذهب الجميع. سنة خير الناس وحي ثاني، وهي مع القرآن قل وحياني، ولا نجاة دون ما اتباعها في ضيق الأحوال واتساعها، ولا نجاة دون ما اتباعها في ضيق الأحوال واتساعها. طاب وجل الآخذون منها، خاب وضل المعرضون عنها. طاب وجل الآخذون منها، خاب وضل المعرضون عنها. فإنها النجاة عند الفتن، والعصمة الكبرى لدفع المحن. قوت القلوب وشفاء الروح، وبلسم الأدواء والجروح. قوت القلوب وشفاء الروح، وبلسم الأدواء والجروح. نور البصائر غذاء العقل، ومعدن العلم دليل الفضل. يا فوز من آثرها وأقبلا، على الحديث ناهلا وناقلا. يا ويح من أعرض عنها وأبى، كيف يرى الحق ونوره خبا. لذا وغيره اعتنى الأعلام بكتبها وبالسماع قاموا، لأنها أنفاس سيد البشر وأبلغ الكلام معه انتشر. بعد كلام الله عز وعلا، كلام مصطفى هو أشرف الملا صلى الله عليه وسلم. فاشتغلوا الأيام والليالي، ليقنصوا من بحرها الليالي، وعمروا بالسنة المجامع، ونوروا القلوب والمسامع، وعطروا بالسنة المجالس، وطيبوا البيوت والمدارس، وأقرأوا السنة صبحا ومساء، صغارهم كبارهم حتى النساء. بل أحضروا الإماء والعبيدا، وقيدوا في المحضر الوليدا. فاشتغلوا الأيام والليالي، ليقنصوا من بحرها الليالي، وعمروا بالسنة المجامع، ونوروا القلوب والمسامع، وعطروا بالسنة المجالس، وطيبوا البيوت والمدارس، وأقرأوا السنة صبحا ومساء، صغارهم كبارهم حتى النساء. بل أحضروا الإماء والعبيد، وقيدوا في المحضر الوليدا. وسار أمرهم على ذا الحال في الأعصر الفاضلة الخوالي، وبعدها قل اتباع السلف، وانتشر التفريط عند الخلف. قد هجروا مجالس التحديث، واستأنسوا باللهو من حديث، وأعرضوا وانصرفوا انصرافا، قد خالفوا الأسلاف والأشرافا. فأتجد الواحد منهم يجهل ما السنة الغراء لا يعقل. وإن سألته عن المبادئ، وجدته منقطعا في وادي، قد ضيع الأصول والفروع، بل هجر المقروء والمسموع. في عمره لم يقرأ البخاري، أصح ما صنف في الأسفار، ولم يكن من أهل خير المغنم بأن قرأ في العمر سفر مسلم، ولا الموطأ ولا النسائي، ولا أبا داود للأنباء،
والترمذي جامع الأخبار، ولابن ماجه على ذاك العالي، المسند الحبر الإمام المعتني، العالي بالمبجل بن حمدني، المسند للدارمي السامي، وغير ذا من كتب الأعلام، ويدعي مع ذاك أنه العلم، نعم ولكن علم على العدم، أو أنه الحبر الجليل الحافي، وهو العملي بالمخاز نافر. تالله إن سألته مستفسرا ما اسم البخاري تراه معصرا، أو قلت ما اسم الترمذي استنكفا، وقال يا للويل حسبكم كفى، أو قلت حدثني عن النعمان أو ابن إدريس الجليل الشاني، تمتم أو همهم أو تقنع، وانتفخت أوداجه وفرقعا، تمتم أو همهم أو تقنع، وانتفخت أوداجه وفرقعا، أو قلت بين نسب الرسول لكان عنده من المجهول، صلى الله عليه وسلم بعد ذا يذم أو ينتقص مجالس التحديث ثم يخلص، وجاهل الشيء له يعادي لا سيما من حاسد محقاد، يقطع يومه بنومه ولا يحب ان ينزل خير للبلاء، من ذاق طعما للحديث عرفا قيمته وما ولا ان يغرفا، من ذاق طعما للحديث عرفا قيمته وما ولا ان يغرفا، وظل غارسا طوال عمره ليجني الضر وكنز بحره، هداهم الله لأقوم السبل والاقتفاء محمد خير الرسل، صلى الله عليه وسلم. وبعد فالقصد بهذا الرجز ان ابسط البذل بوعد منجز، كي اذكر الفوائد المعجله بمجلس التحديث عالي المنزله، سالني اياه من لابد احقق الذي اراد في العلن، فهاكم فيه ارتجازا حبرا مختصرا معتصرا قد حبرا، سميته بمبدع الاسماء في ذكر فضل مجلس السماء، نظمت جزل شيخنا وحيدي مختصرا له مع المزيد بجزء شيخنا الكريم الشهري يحيى بن عبد الله بالتحري، مع ما به الله الكريم قد فتح من الزيادات بفضل ما منع، والله اسال تمام العمل والختم بالحسنى واخر الزلل، هذا وكم وكم من الفوائد لمجلس السماع عند الماجد، أولها السعي لحفظ الدين بأخذه عن ناقد الأمين، وأن يكون المرء في عدول من زمرة الوراث للرسول، صلى الله عليه وسلم. فقد أتى في أثر عمن سلف يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله الكرام نعم المكنز، وكم به للمكرمات يحفز. فقد أتى في أثر عمن سلف يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله الكرام نعم المكنز، وكم به للمكرمات يحفز. قيامنا بحق هذا الفرض فرض الكفاية بغير غض، إحياؤنا معالم الحديث، إظهارنا مراسم التحديث، زيادة اليقين بالدلائل، وكثرة النصوص في المسائل، زيادة الحب مع التعظيم للمصطفى الرحيم، للمصطفى الرؤوف والرحيم، صلى الله عليه وسلم. زيادة الحب مع التعظيم للمصطفى الرؤوف والرحيم، فالحب فرع أصله العرفان، وهو لحب ربنا عنوان، وكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن من شرف وفائدة إلا هما لعظمت من عائدة، لو لم يكن من شرف وفائدة إلا هما لعظمت من عائدة،
فلتكثر الصلاة والتسليما وتعلل الغفلة كن فهيما. ثم ترضينا على الصحابة ولد طار الفضل والنجابة مع طلب الرحمة والمغفرة للتابعين والهداة القدوة. كذلك الوصول بالإسناد إلى شفيع السراج الهادي صلى الله عليه وسلم والاتصال بخيار الأمة من صالح الأعلام والأئمة وختمنا للكتب الكبيرة في مدة يسيرة قصيرة والضبط للأسماء والأقطاب وحفظ الأعلام مع الأنساب. نعرف منهج المصنفين مع طرق التأليف زي التدوين وما اصطلاح العلماء ورمزهم كذاك أسلوبهم ونهجهم تظفر بالفوائد الغرائب وبالفرائد وبالعجائب وبالمسائل الحسان المودع بطون الأسفار ونعم المنفع وضبط نصها وشرحها ورب وحل مشكل بيان ما صعب والفوز بالرحمة والمغفرة نزول الأملاك مع السكينة ورقة القلب ودمع العين والفوز والغنم لدى الدارين. كم تاب تائب وعاد عائد بفضلها وكم أناب جاحد وتشحن النفس للاستفسار عن رواة ناقل الآثار وما لهم من شأن شريفة ورتبة عالية منيفة كضغطنا والوقت فيما ينفع ومنه بالصالحات ترفع تربية النفس على الثبات والصبر في التطلب للممات والاقتداء بسمت بالرسوخ وحسن الآداب من الشيوخ. ما قيمة العلم بغير الأدب العلم دونه سبيل العطب وصحبة الأخيار والأبرار والكف عن مجالس الفجار تعرف فيها الفضلاء والنبلاء والصالحين من كرام العقلاء. من لا شرف بالجلوس معهم كيف بهم أنفسهم من لا شقاء بالجلوس معهم كيف بهم أنفسهم ورفع همة لأعلى المرتب لما ترى من جلد وتعب. تذاكر العلم مع المراجعة تدارس المحفوظ يا المنفعة كذاك الانتظار للصلاة وما به من وافر الخيرات والحقس للنفس على الطاعات والبعد عن مراتب الزلات والفوز بالبهجة والنضارة دعاء النبي مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. تزين اللسان بالفصاحة والعقل بالوطان والرجاحة فهي معين الكلم الجوامع والحكم البدائع اللوامع مع فارق الألفاظ والمباني ورائق الأسرار والمعاني مفتاح الأفراح لأهل السنة ورصة الحق لأهل البدعة ومشهد العزة والكرامة ومفخر الأمة في القيامة وغيرها من درر الفوائد وأبرر المنافع الأجاود. وهنا كل جواد القلم وتم عقد الجوهر المنتظم أبياته تروي غليل الضرب مئة بيت وانت مرامي ناظمه محمد بن أحمد يرجو به النجاة والفوز غدا وقد أجزته لكل من طلب وأسأل الله معني يرتب. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام.
فيما سمعا حديثه مستمع وأسمعا. جزاكم الله خيرا شيخنا عنا ورضي الله عنكم ونفعنا بكم وفي ميزان حسناتكم. الله يبارك فيكم. الحمد لله السلام.